أزمة السودان السياسية ما تزال مشتعلة، تعلو أصوات الخلافات ولا تنخفض. كفاية يا مجموعة الأربعة اللي اختطفت الثورة دي. أمام وكالة السودان للأنباء بالخرطوم تعترض مجموعة من مؤيدي ميثاق التحالف الوطني على قيام مؤتمر صحفي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. تتدخل الشرطة ويعقد المؤتمر الصحفي، رفض حل الحكومة الحالية ودعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان هما العنوان الأبرز في المؤتمر. الحكومة لن تحل بالفرض، وإذا أي زول حاول أن يحل هذه الحكومة كائنا من كان سيواجهه الشعب السوداني. الإملاءات غير مرغوبة ومرفوضة ولن يقبلها الشعب السوداني. مطالبنا واضحة جدا جدا. الرد على عدم السماح بحل الحكومة جاء سريعا، فمن داخل اعتصام القصر الجمهوري كان المطلب واضحا. أن يخرج حمدوك، أي يحل هذه الحكومة أو أن يسقط حمدوك. ما في خيارات أصلا في حتة وسط، ما في ضبابية، ما في موقف رمادي، يا أبيض يا أسود. وفي المشهد تضيف تصريحات لحاكم دارفور بتوافق رئيسي الوزراء والسيادة على حل الحكومة مزيدا من الجدل، رغم نفي مجلس الوزراء لذلك. لا لحل الحكومة الحالية، تؤكد قوى الحرية والتغيير مجموعة الإعلان السياسي، فيما يتصاعد رفض الحكومة ذاتها من قبل تحالف الميثاق الوطني، تباين تتسع معه الأزمة السياسية مع اقتراب موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم.